وبالتزامن مع ذكرى اجتياح الجنوب وفعاليات يوم الأرض، نشر أستاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المغربي الدكتور توفيق جوزاليت تقريرا صحفيا مطولا الذي غطى في حينها حرب غزو واحتلال الجنوب في حرب صيف 94. التقرير تحدث عن الأحداث المأساوية للذكرى الأليمة بعد الحرب الشعواء التي شنها النظام الشمالي وحليفه حزب الإصلاح، يؤكد بعد انتهاء تلك الوحدة ويصبح الجنوب مدمرا على مدى 29 عاما. ذكرى مشؤومة على أبناء الجنوب جددت موعدها من جديد، إذ جاءت هذه المرة في واقع أصبح فيه الجنوب مختلفا عما كان عليه آنذاك. وعن هذا وصف أستاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المغربي الدكتور توفيق جوزاليت في تقرير له نشره بالمناسبة، وصف تلك الأحداث بالذكرى الأليمة لاحتلال المحافظات الجنوبية الستة وفرض الوحدة بالقوة بعد حرب مأساوية شنها النظام العفاشي الشمالي وحليفه الاستراتيجي التجمع اليمني للإصلاح بهدف فرض الهيمنة والسيطرة على خيراته وإذلال شعبه الصامد إلى حدود كتابة هذه السطور. أحداث أليمة وأخطاء استراتيجية استذكرها الدكتور جوزاليت الذي غطى في حينها حرب غزو واحتلال الجنوب. في تقريره أشار إلى أن الهرولة إلى الوحدة الاندماجية مع صنعاء وعدم استفتاء الشعب الجنوبي وإجراء مصالحة وطنية جنوبية أدت إلى فشل تلك الوحدة. قوات جنوبية صليبة وثقت في من كان لا يجب الوثوق به، خداع ومكر مارسته القوات الشمالية في ذلك الوقت، إذ قال جوزاليت عن ذلك أن أخطاء عسكرية جنوبية تجلت في الموافقة على خارطة عسكرية لتموضع القوات الجنوبية والشمالية، ولم يسمح النظام الشمالي حينها بتموضع الوحدات الجنوبية في صنعاء وحولتها إلى مواقع متفرقة في عمق أراضي الشمال ووضع وحداتهم الشمالية حول عدن لمحاصرتها مسبقا. تقرير الدكتور جوزاليت أوضح الخطط والتآمر للنظام الشمالي ضد الجنوب، واستطرد حقيقة النوايا الذي شكل من أجلها التجمع اليمني للإصلاح بعد تلك الوحدة في العام 90 ليقوم بدور المعارضة الوهمية لتشن بعدها قوى الشمال وحلفائها الحرب بفتاوى دينية أصدرت بأن المعركة هي بين مسلمين وملحدين ويجب القضاء عليهم. حرب شعواء انتهت بسيطرة قوى الشمال على الجنوب وانتهت معها الوحدة اليمنية ليصبح الجنوب مدمرا، هكذا قال جوزاليت في ختام تقريره، وأكد أن الاستقلال هو الخيار المنطقي والذي يتجاوب مع متطلبات القانون الدولي ويلبي تطلعات الشعب الجنوبي. تساؤلات أخيرة وضعها الصحفي المغربي فيما هي البدائل المطروحة من قبل القانون الدولي لينبعث الجنوب من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت بل وانتهت، وإن تجلى دعم القانون الدولي للجنوب في إقامة دولة فوق أراضيه وإيجاد صيغة حلول وسط مع دول الجوار تضمن حق الشعب الجنوبي في استعادة دولته السليبة.